طيب احنا هنروح بعد كده، وده هيكون اخر حاجه معانا في الفقره الاولى، التقرير لكابتن فوكس وتمارين جديده. طبعا كابتن فوكس مدير جيم الرجال بالنادي الاهلي، وهو كل مره بيبقى او بيعمل لنا تمارين مختلفه لاجزاء مختلفه كمان في الجسم. هنروح نتابع وبعد كده هنطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم بعد الفاصل لاولى فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير جماهير النادي الاهلي العظام، صباح الخير لاعضاء النادي الاهلي بجميع فروعه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا لسه خارجين من اجازه العيد، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وربنا يتمم يا رب ايام كلها بالخير والرضا من عند ربنا. طبعا احنا طالعين من العيد كلنا زايدين كالوريز، زايدين فاتس. فطبعا السؤال الاول اول ما بيجي ننزل طبعا في اجازه بعد اجازه العيد، بنسال ايه عايزين، ايه التمارين اللي نعملها يا كابتن في البيت عشان خاطر ننزل شويه الاكل اللي احنا كلناه زياده. فتة طبعا ولحمه وصلصه وكل الكلام ده فيه اكتر كالوريز في الدنيا كلها. فطبعا احنا جينا لكم النهارده عشان نجاوب على السؤال دوت، عشان نديكم باقه من التمارين المهمه اللي ممكن نعملها في البيت باستخدام اي امكانيات او اقل الامكانيات في البيت، عشان نقدر نقلل حجم الكالوريز اللي دخلت جسمنا او نحرق بعضها. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي التمارين دي ونبدا مع بعض. اول تمرين احنا لازم طبعا قبل اي تمرين لازم نسخن، لازم نعمل مثلا مارش خفيف كده، واحد اثنين. طبعا كل ده تايم، كل التمارين اللي هنلعبها النهارده هنعملها دقيقه، مده دقيقه، فتايم شغال معانا. ثلاثه اربعه، بس انا اعد لغايه 10 بس. خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه 10، بعد كده ازود الريت بتاعي. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة 10 كده. ابدا استخدم الستيب بتاعي عشان تبقى حركه اصعب شويه، اي ليفل اعلى. 4 5 6 7 8 9 10. ابدا بعد كده استخدم ايدي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده اعمل ايدي الثانيه. 3 4 5 6 7 8 9 10. وبعد كده اعمل ايدي الاثنين زي جامب جاز. 3 4 5 طبعا نفس منتظم. 6 7 8 9 10. اوكي بعد كده اعمل رجلي مفتوحه مقفوله. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغل ايدي فوق شولدر بريس. 4 5 6 سبعة ثمانية تسعة عشر. بعد كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. بكده هدي الريت بتاعي شوية، أنزل بالكول داون بتاعي، باخد نفس. أبدأ على كده أنزل على الستيب أشتغل شغل أرضي. واحد اثنين ثلاثة أربعة، 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 واحد اثنين ثلاثة أربعة. آخر واحدة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أبدأ أفتح رجلي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. أعمل التمرين اللي فات دوت 4 مرات، 15 مجموعة، 15 عد كده. دي التمرين بتاعت النهاردة اللي ممكن أعملها في البيت تنزل لي باقة من الكالوريز العالية اللي أنا خدتها عن طريق الأكل في العيد. كل سنة وأنتم طيبين، وفي حلقة جاية كتير إن شاء الله بإذن الله مستنيكم. كابتن فوكس النادي الأهلي، مع ألف سلامة.